بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم عن موضوع منتشر جدا، وهو موضوع ضرب الأطفال. عايزين نعرف أول حاجة إن الضرب ده هو أسلوب انهزامي من الآخرين اتجاه الطفل. عايزين يعني أول سؤال هنسأله هو: هل إحنا لازم نضرب أبنائنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما ضربش حد، وده دليل أكبر دليل على إن الضرب ده حاجة مش محببة. فعشان إحنا إن مثلا نعلم أولادنا مثلا الأدب والاحترام والتقدير، ده بيكون بالمحبة وبالتعاون، وإن أنا أخلي أربي الثقة في الطفل، إن الضرب بيموت ثقة الطفل في اللي قدامه وفي نفسه. يبقى عندنا التأديب لابد أن يكون بالاحترام والتقدير والمحبة والثقة، لا بالخوف والهيبة. إحدى الأمهات بتقول إن هي اعتادت إن هي تضرب ابنها علشان تعدل سلوكه، يعني فضلت تضربه كتير عشان تعدل سلوكه، لكن ما وصلتش إن هي تعدل السلوك، لا بالعكس، الطفل فضل يكرر السلوك الغلط اللي هو بيعمله، لأن الضرب بيخلي الطفل يتعود إن هو يعمل السلوك الغلط. انت هتضربه خلاص، يعني هو اتعود خلاص، انت هتضربه بمجرد ان هو يعمل سلوكه الغلط خلاص، يعني هو هيتعود على الضرب. لكن احنا لابد ان احنا نعالج اي غلط الطفل بيعمله بالاحترام، بالاسلوب الجميل، بالطريقة، بالتشجيع ان هو يبعد عن الحاجة اللي مش كويسة. طيب ايه هو سبب الضرب بالنسبة من وجهة نظر الاباء او بالنسبة لوجه الاسرة؟ رقم واحد، بيضرب الطفل اعتقاد منه مثلا بسبب ان هو مثلا بيعند، ما يسمعش الكلام، بيعمل ازعاج مثلا للضيوف، مثلا مش بيسمع الكلام، مثلا بيعمل حاجات غلط. يبقى هذه الاسباب اللي من وجهة نظر الاسرة ان هي لازم تضرب الطفل عليها. لا، انت ممكن تعمل حاجات تانية باسلوب راقي، باسلوب وتتكلم وتتفاهم مع الطفل وتنزل لمستوى تفكيره وتفهمه بالراحة. برضو في الاخر ده طفل لسه ما يعرفش الصح من الغلط، واجبك انت كأب او ام ان انت تتعامل معاه، يعني تتعامل معاه بمستوى تفكيره هو، تنزل لمستوى تفكيره. شوف مثلا الاب والام عندهم عمرهم قد ايه، او في مثلا الحاجات الكتيره اللي الخبره اللي عندهم مروا بيها، انزل بخبرتك لابنك بمستوى تفكيره، بتفكيره هو مش تفكيرك انت، امشي مع ابنك بتفكيره هو، هتطلع طفل فاهم كل حاجه كل حاجه. طيب بعد كده عايزين نعرف ايه هي أضرار الضرب. عندنا أسباب أضرار كتيرة للضرب. أول حاجة ورقم واحد، ضرب الطفل بيولد عنده كراهية اتجاه اللي ضربه. يعني مثلا الأب والأم بيضربوا الطفل، ده بيخلي جواه شحنات غضب من اتجاهه. رقم اتنين، الضرب بيخلي العلاقة بين الطفل واللي بيضربه علاقة خوف لا احترام ولا تقدير. يعني انا بضرب طفلي مش هيخاف مني، مش هيحترمني، خلاص انت ضربتني، يعني في ايه بعد الضرب؟ بعد كده الضرب ده هو بيخلي الطفل، يعني بيخلي الاطفال عندهم اسلوب انقياديين، يعني اتجاه اي حد كبير منه، يعني اتجاه الكبار بيخليه انتقادي له، دايما بينتقده. الضرب ده هو بيخلي بيقتل بي 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 بيقتل التربية المعيارية القائمة على الاقتناع. يعني مثلا مثلا هو لازم يقتنع، يعني مثلا انت كتر ضرب الطفل بيبقى مش عايز يقتنع بكل حاجة. يعني مثلا عايز تقول له مثلا الصح من الغلط، لا بيقول لك اقنعني، اقنعني باللي انت بتقوله. الضرب بيلغي الحوار والأخذ والعطاء والمناقشة بين الأسرة والطفل، وكمان بيأثر على نفسية الطفل وبيقلل حاجاته واحتياجاته، يعني بيأثر تأثير سلبي كبير جدا في حياة الطفل.
بعد كده الضرب ده هو بيحرم الطفل من القبول، يعني الحاجات النفسية زي القبول زي الطمأنينة، كل ده مش بيشعر بيه الطفل. الطفل بيخلي الطفل لا يشعر بيه المحبة والطمأنينة والتقدير والقبول. مش انت الضرب نفسه بيأثر على الحاجات النفسية بتاعت الطفل. بعد كده الضرب بيخلي الطفل نموذج سيء، نموذج سيء. الضرب بيزيد من العناد عند الأطفال، بيخليه الطفل عدواني. الضرب بيضعف الطفل وبيحطم شعوره المعنوي، ماشي. الضرب بيبعد الطفل عن تعلم المهارات الحياتية. زي ايه المهارات الحياتية؟ الثقة بالنفس، يكون طموح، عنده طموح، يكون ناجح. يعني مثلا انت لما بتضرب طفلك مثلا، هو مش هيتجه يعني مثلا تضربه عشان مذاكر، لا هو مش هيذاكر، ولو ذاكر مش هيذاكر بان هو يبقى عنده طموح ومثلا يبقى حاجة كبيرة، مثلا يكون دكتور، يكون مهندس، لا مثلا مش هيكون كده، هيلغي الطموح اللي عنده. برضو بيخليه برضو انسان عاجز ان هو يكتسب المهارات الاجتماعية. المهارات الاجتماعية ان هو مثلا يتعامل مع الاطفال اللي هو من سنه او اكبر منه، بيكون يعني مثلا تخليه انطوائي، هيكون انطوائي. برضو الضرب بيقلل من المهارات التربوية، المهارات التربوية لدى الطفل، يعني بيخلي عنده صعوبات تعلم، بيخلي عنده صعوبات تعلم. الضرب برضو الضرب لا يعالج بيعالج ظاهرة السلوك ويغفل أصله. الضرب بيعالج ظاهرة السلوك ويغفل أصله، يعني بيعالج الحاجة اللي بره وبيسيب يبقى الأصل جوه الطفل، بيعمله ما يعني هيعمله في أي وقت. يعني هو خايف منك، بيعملش حاجة قدامك بس ممكن يعملها من وراك. الضرب لا مش بيصحح أفكار ولا بيجعل السلوك مستقيم. الضرب مش بيصحح الأفكار ولا يجعل السلوك مستقيم. الضرب بيقوي دافع السلوك الخارجي على حساب الدافع الداخلي، ماشي، الذي هو الأهم دينيا ونفسيا. علشان كده لابد ان احنا نخلي بالنا ونخلي الضرب ده، يعني مش عايزة اقول اخر حاجة، انا مش عايزة خالص، مش عايزة اقول خلي الضرب اخر حاجة، لا انا مش عايزة الضرب يكون موجود في حياة الأسرة والأطفال. بعد كده الضرب ده هو بيدفع الطفل الى الجرأة على الاب والتصريح بالايه بمخالفته والاصرار على الخطأ. يعني هيخلي الطفل جريء على والده مثلا او والدته او الاب والام، يعني والاسرة، هيكون الولد جريء، جريء في ان هو خلاص يعني انت ضربته وتعنفت معاه العنف، هو هيبقى عنده عنف، عنده عدواني، عايز يطلع الطاقة اللي جواه. من هنا عايز اقول ان الاسرة لابد ان هي تكون مثل وقدوة للطفل في الحوار والمناقشة، البعد عن الضرب، علشان خاطر تطلع طفل ناجح وطفل عنده طموح مستعد ان هو يواجه المشكلات بعد كده، مش طفل انطوائي عنده عدم ثقة في نفسه. ويا رب كلنا نكون عند حسن ظن ابنائنا ونتعامل معاهم باللي يناسبهم واللي احنا شايفينه برضو صح ويناسب اطفالنا. خلصنا النهاردة موضوع النهاردة، وإن شاء الله نتكلم بعد كده في موضوع تاني إن شاء الله. السلام عليكم.